والدة نادين كانت موجودة، اللي هي الضحية اللي حكم عليه في هذه القضية بقتلها. تمام. والدة نادين كانت موجودة؟ والدة نادين كانت موجودة خلال الجلسة الأولى والثانية اللي هي جلسة النهاردة، كانت متواجدة هي وشقيق هي وشقيقة نادين اللي هي زوجة المتهم. الاثنين كانوا متواجدين في القاعة، ويعني وتعرضت لحالة من الانهيار أثناء ما كانت النيابة العامة بتطلب أمر الإحالة، وجي فيها إن المتهم كانت بتربطه علاقة عاطفية مع شقيقة زوجته، فطبعا هي في تلك اللحظة انهارت وقالت إن ده يعني مش صحيح، وبدأت يعني دخلت في حالة انهيار وبدأت تصرخ في القاعة بشكل هستيري طبعا، وهيئة المحكمة طلبت منها الخروج لاستكمال وقائع الجلسة. ووالدة نادين كانت بتنفي، كانت معانا على الهاتف من فترة وكانت بتنفي انه مش بس وجود هذه العلاقة، كانت بتنفي ان دي بنتها اللي ماتت. تمام، دي نقطة مهمة أستاذة لميس، لما هي قالت ان هي مش بنتها. أيوة. المحكمة النهاردة ايضا استعانت خلال الجلسة باثنين من اطباء الطب الشرعي اللي قاموا بعملية اجراء لمضاهات الحمض النووي اللي تم اتخاذه من جثمان الجثة اللي تم استخراجها من منزل قذافي بنتائج الحمض النووي الخاص بوالدة نادين اللي هي السيدة ثريا، ونتائج الحمض النووي لرفات الجثة تطابقت مع نتائج الحمض النووي الخاص بوالدة ثريا، إذا هي والدتها. وحتى المستشار النهارده حب يأكد الكلام دوت خلال الجلسة، وسأل الطبيبة الشرعية اللي كانت موجودة وبيتم الاستماع لأقوالها، وقال لها هل هناك إمكانية لأن يتطابق حمض النووي لشخصين لا يوجد بينهما سمة قرابة؟ نفت قطعيا وقالت دوت غير جائز تماما، وبما إن في تطابق في الحمض النووي اللي تم استخراجه من رفات الجثة وبين السيدة ثريا إذا هناك صلة قرابة بينهم وهي والدتها. النهاردة الدفاع أيضا طالب إن هو يعرض المتهم على مستشفى أمراض نفسية وعقلية لتوقيع الكشف عليه وبيان مدى مسؤوليته عن تصرفاته، واضح إن المحكمة لم تستجب ولا إيه؟ صحيح، الدفاع المتهم هو يعني كان يعني ليس لديه حيله، يعني القضيه زي ما قلت عليك خلصانه، الاعترافات واضحه وصريحه، التحريات متطابقه مع الاقوال، متطابقه مع اقوال الشهود، فكان الحل الوحيد او هو راى ان الحل الوحيد ان المتهم بتاعه قد يكون غير مسؤول عن تصرفاته، ده الحاجه الوحيده اللي تخليه يرتكب مثل تلك الافعال وفقا طبعا لرؤيته هو، وطلب من المحكمه انها تعرضه على مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه لمده 45 يوم علشان يلاحظوا سلوكه وهل في تغير في السلوك وهل هو مسؤول عن تصرفاته من عدمه، ولكن المحكمه اعتبرت ده طلب احتياطي وليس طلب اصيل ورفضت الامثال ليه لانها عندها ما يكفي من الادله ما تؤكد طيب. سلامه قواها العقليه ومسؤوليته عن تصرفاته. سؤالي بقى، هو هنا جلسه النطق بالحكم بعد طبعا استشاره المفتي اخذ الراي الشرعي المفتي 27 مارس، هو عنده ثلاث قضايا كمان، هل هنا تطبيق الحكم ينتظر القضايا دي كلها ولا ايه الوضع؟ لا، الحكم القضايا الاخرى كلها ولازم الحكم هينقض طبعا، الحكم هينقض بالظبط. النيابه العامه هو اولا لسه احنا معانا لحد يوم 27 مارس، بعد ما يرد الراي الشرعي من فضيله المفتي المحكمه هتنطق بحكمها يوم 27 مارس، اللي هو اذا طبعا فضيله المفتي لم يعترض على 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 على, على حالته الاعدام فهيتم اصدار الحكم بالاعدام يوم 27 مارس. بيبقى في بالظبط هيبقى في خطوه تاليه بقى من قبل النيابه العامه او من قبل المتهم بالطعن على او النقض على الحكم بالطعن محكمه النقض. نعم. لنظره قدام النقض، لان قضايا الاعدام زي ما حضرتك عارفه لازم تنظر أيوة. مره اخرى يعني نعم. حتميا يعني حتى المتهم لو لم يطعن النيابه نفسها بتطعن. نعم ده حقيقي. انا بشكرك جدا. اتفضل. انا الحقيقه بشكركم على يعني هذه التغطيه، بشكرك على الفيديوهات دي، بشكركم جدا، بشكرك استاذ احمد الجعفري زميلنا الصحفي بقسم الحوادث باليوم السابع. يعني مشهد غريب جدا وهو بيمثل الجريمه، كان مشهد الحقيقه غريب بشكل غريب.